بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، كما في كل عام نجتمع لإحياء ذكرى ولادة الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذه الذكرى الغالية على قلوبنا والتي تتزامن مع يوم المؤسس الذي تحتفل به جامعة رفيق الحريري للمرة الرابعة، ولنسترجع عمرا أمضاه في العطاء ومسيرة خير ومحبة، نتذكر الإرث العظيم وعهد الإنجازات والنجاحات التي خلفها شهيدنا الكبير الرئيس رفيق الحريري، والتي حققها في عهده خلال مرحلة الإنماء والإعمار بعد سنوات الحرب والدمار. أيها الرئيس الشهيد، أخاطبك والقلب على لبنان الذي عشقته حتى الشهادة، والشوق إليك يسكن الروح ويعانق الأيام التي ما زالت تبكي الفراق الحزين. رفيق العمر والدرب، ما عساي أقول في يوم ميلادك وأنت الحاضر الغائب، وأي درب يسلكه العمر من دونك، والعمر ينسال مني دمعا وحنينا إلى من ملك القلب وعانق النفس بالمحبة والوفاء. رفيق الروح، أي عيد هو هذا العيد وأنت البعيد في علياء لا يدركها إلا الرجاء والدعاء؟ أعزائي الأحباء، 14 من شباط يوم الاستشهاد الكبير لم يكن موجها ضد لبنان وحده، بل كان يستهدف العالم الحر والإنسانية نفسها. نحن أدركنا ذلك منذ لحظة الاستشهاد الأليم، وتعهدنا جميعا بالحفاظ على لبنان في مواجهة الإرهاب وسائر التحديات الصعبة. أين نحن اليوم من هذا الوعد؟ وإلى أين نذهب بلبناننا؟ نحن اليوم في مرحلة داخلية وأقليمية دقيقة جدا، وإننا أمام استحقاق وطني حيوي ما زلنا غير قادرين على تحقيقه بالاتفاق على تأليف حكومة وطنية جامعة تؤمن اللبنانيين واللبنانيات حقهم في العيش الكريم بسلام وأمن وأمان. أيها الأحبة، نحن اليوم في مواجهة المشاكل الحياتية التي ترهق كاهل الشعب اللبناني، والتي لا يمكن معالجتها بالتجاذبات والاستفافات السياسية، بل بالوحدة الوطنية والعيش المشترك من أجل توفير مقومات الحياة الأساسية للجميع بدون استثناء أو تمييز. والسؤال الأبرز المطروح اليوم على المستوى الحياتي هو: أين نحن من أزمة النفايات المتفاقمة والتي أدت إلى انتشار الأمراض والأوبئة على امتداد أرض الوطن؟ إنه من حق شعبنا ومن حق أولادنا أن يعيشوا في بيئة سليمة نظيفة، والأهم أنه من حقنا جميعا أن ننعم بدولة تعمل مؤسساتها بالتعاون لصالح بلدنا الحبيب لبنان. أعزائي الأحباء، أرسل الرئيس الشهيد رفيق الحريري قواعد الدولة الناجحة اجتماعيا واقتصاديا، ووضع تصورا إنسانيا مبتكرا بقدرات المستقبل وإمكاناته وأماله، ولقد جال العالم ليمد جسور التعاون والشراكة بين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي حتى يصبح بلدا فاعلا وازنا. وللحفاظ على موقع لبنان كما سعى إليه الرئيس الشهيد رفيق الحريري وعمل واستشهد من أجله، فمن واجب الدولة وجميع مؤسساتها، بل من واجب كل مسؤول يعتز ببلدنا هذا، أن يأخذ بيد شعبنا ليرفع عنه الفقر والقهر حتى يتمكن من العطاء والإبداع والمشاركة البناءة في قيام وطن أفضل وأكثر أمنا وازدهارا. أيها الأحبة،
لأن الشوق يحملنا دائما للرئيس الشهيد رفيق الحريري ولسماع صوته. اسمحوا لي أن أترك الآن الكلام لصاحب الذكرى لأقول لكم بلسان حاله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ظروف العصر والعالم فلسفتها السير باتجاه النمو واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك، فالدولة الناجحة اقتصاديا هي التي تستطيع أن تحظى بثقة شعبها، وهي التي تستطيع إقامة تعاون مع العرب الآخرين وصولا لمشاركة قوية في اقتصاديات العالم وقراراته الكبرى. وأنا هنا أختار المدخل الاقتصادي ليس تهربا من السياسة، ولا لأن لدي خبرة في هذا المجال، بل لأن كل سياسة لا تؤدي إلى تحسين حياة الناس وفتح الآمال والآفاق لمستقبل أفضل لا يمكن اعتبارها سياسة ناجحة. وعندنا سبب آخر للتركيز على الاقتصاد هو الظروف التي تعاني منها الاقتصادات العربية وتؤثر تأثيرا كبيرا في حياة الناس، ثم ضعف قدراتنا في الاقتصاد العالمي مقارنة بالإمكانيات وبعدد السكان وبتطورات السوق العالمية في العقد الأخير. لا بد من تحقيق قفزة في التطوير والإنتاج وفي وقت قصير، وإلا ظلت السوق العالمية مهيمنة وظللنا مستوردين، مع ما يعنيه ذلك من تأثير على مستويات عيش المواطنين العرب، ومن مراوحة وضعف حتى في القضايا السياسية، ومن إحباط ويأس من جانب الشباب المتطلع للمستقبل. بالحوار والنقاش والدراسة وتطوير الرؤى والتعاون نتقدم باتجاه تحقيق النمو في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكن ليس هذا فقط، فبالحوار حول القضايا الكبرى للحاضر والمستقبل نغير ونتغير، إذ أن السياسة في أهم وجوهها حوار تتسع دوائره ليشمل سائر الناس في محاولتهم لتحديد خياراتهم في قضايا الشأن العام. لقد كانت هناك قطيعة بين الفئات الاجتماعية العربية الكبرى في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وانفتح المجال بعض الشيء في التسعينات، وهو يتوسع الآن ويقوى بالاتجاه الذي يخدم قضايا التغيير والتطوير إن شاء الله. التوجه الآن نحو المشاركة الاقتصادية والسياسية والثقافية، المشاركة بين الفئات الكبرى التي ذكرناها، وبين الدولة والقطاعات المدنية، وبين القطاعين الخاص والعام. والمشاركة تعني في هذا الصدد ثلاثة أمور: الحوار المؤدي إلى تحديد الخيارات الأفضل، والمشاركة في القرار، وأخيرا المشاركة في التنفيذ، وأحسب أنه لا معنى للديمقراطية غير ذلك. أما الدافع الثاني للاهتمام بالاستشراف فهو كما قلت الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن العربي، والتي تؤدي إلى القلق على المصير وإلى سواد الرؤى المتشائمة أو المتشددة. ولا داعي للتفصيل في ذكر الظروف الاستثنائية، فأنتم تعرفونها. إن تأمل هذه الوقائع كلها مفيد لجهة الوعي والاستنارة وتحديد الخيارات وعدم انسداد العقل والتصرف أمام الصعوبات. التغيير ضروري كما قلنا، والحوار والمشاركة هي السبيل للتغيير، والظروف الاستثنائية تزيد من الوعي والإحساس بالمسؤولية. نحن اليوم مثقفين وسياسيين ورجال أعمال وشباب فريق واحد، ولسنا عدة فرقاء، لأننا جميعا مستهدفون وإن تفاوتت حدة الاستهداف والمسؤوليات. فليس الصراع الآن بين المسؤولين السياسيين والمعارضين، بل إنه صراع بين الدولة والمعارضين من جهة، والضاغطين من أجل التغيير والتبديل من الخارج. وبذلك يكون علينا أن نحدد كيف نصنع التغيير الذي يؤدي إلى إصلاح أمورنا سياسيا واقتصاديا، التغيير الذي يقوي ممانعتنا، التغيير الذي يضع المواطنين في مواضع ومواقع المسؤولية، وأخيرا التغيير الذي يؤدي إلى الانتظام في تدبير الشأن العام ويجدد ويقوي مشروعية الدولة والنظام. ليس الوقت وقت التهرب من المسؤولية، ولا وضعها على عاتق فئة دون فئة.
نحن جميعا مسؤولون، كل في موقعه، وعندنا ثوابتنا للانتماء والسيادة والاستقلال ووحدة الأرض والناس والمصير، ويكون علينا بالحوار وبالتشخيص للمشكلات وبالقرارات الصائبة أن نصون وجودنا ومصالحنا وأن نفتح مع شبابنا أفقا مستقبليا. إنه عصر النور وعصر الظلام، عصر الحرية والتقدم وعصر التخلف والتراجع، عصر الإيمان وعصر الجحود، عصر الثورة وعصر الجمود، عصر الفرح الغامر وعصر الحزن الكبير، عصر الصدق وعصر الكذب، عصر النزاهة وعصر النذالة. ومع أن التاريخ لا يعيد نفسه، لكن يمكن القول أن هناك فرصا وأخطارا، والأخطار أكثر وضوحا وحدة، لكننا نستطيع بالعزيمة وبالتوافق والتضامن وبتقديم الاعتبارات الأساسية على الهوامش، نستطيع أن نتقدم باتجاه المستقبل الحر والواعد والمتقدم بإذن الله تعالى. عشتم وعاش لبنان. إنه نداء الرئيس الشهيد رفيق الحريري لنقف جميعا أمام مسؤوليتنا تجاه وطننا، سيرا على النهج والمسيرة التي خاضها شهيد الوطن الكبير مع شعبنا الحبيب، وصولا إلى بناء الدولة الناجحة التي تضمن حقوق شعبها. ويبقى الدعاء لله عز وجل أن يتغمد الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الأبرار بواسع الرحمة والمغفرة، وأن تنجلي الحقيقة حتى نطوي حقبة سوداء من الإفلات من العقاب، ونكمل الحلم والمسيرة في كنف دولة آمنة زاهرة بإذن الله سبحانه وتعالى، كما أرادها وعمل من أجلها شهيدنا الغالي الرئيس رفيق الحريري. لكم مني يا شعبنا الحبيب أطيب التحيات والتمنيات بمستقبل زاهر عنوانه النجاح والاستقرار وإصلاح ما نحن عليه لنا ولأولادنا ولأجيالنا القادمة، ولينعم الله علينا جميعا بالخير والبركة إن شاء الله.